مش بس كلام. تاني أخبارنا اليوم في فقرة ميفوتك شيء، حتى هي في أمريكا وفي واحدة من الشركات واللي هي اسمها فيتامين واتر. فيتامين واتر هذه يعني للمشروبات الطاقة، قررت إن هي تعطي 100 ألف دولار مكافأة للأشخاص اللي هم ما يستعملوش في التليفون لمدة سنة تامة. كيف يعرفوا إن هم ما يستعملوش التليفون لمدة سنة تامة؟ يعني أكيد في جهاز كشف الكذب، يعني هذا الكترية موجود في العالم كله عندنا إحنا وباقي الدول، بس إن هي ما عندهاش جهاز كشف الكذب، فمدارين إنك أنت ما تستعملش التليفون لمدة سنة كاملة، وحتى في يعني والشركة هذه نفسها حتعطيك 100 ألف دينار، يعني تعطيهم لك كاش، لكن إنك أنت عادي تقدر تستعمل، إحنا نقوله التليفونات القديمة متاع جو التسعينات وجو الألفينات بداية اللي هي البيلة، بس إنك أنت ما تقدرش إلا مثلا تتصل بي أصدقاء أو أصحابك، لكن ما تخشش على الميديا، ما تدير أي شيء، يعني لا تصور لا تدير شيء، يعني تقعد عام تام وانت منعزل. فلو أنك أنت ما قدرتش تقعد عام تام، فأنت عندك مكافأة 10,000 دولار لو أنك أنت صبرت 6 شهور وما فتحتش الميديا وأنك أنت ما استعملتش التليفون. فالشركة هذه خصصت 100 ألف دينار مش أنك أنت سنة تامة ما تستعملش التليفون، وعشر ألاف دينار يعني لمدة 6 شهور إنك أنت ما تستعملش التليفون. وأنا عاندكم يا ليبيين والله العظيم، أنا أعطيكم 3 أيام مع 3 مليون جنيه، ما فيش حد فيكم التليفون والميديا بتاعته مش هيستعملها، يعني الشيء هذا شيء أساسي. حتى مدارين بحوث، يعني مدارين بحوث كيف إنك أنت تتخلى على التليفون بتاعك، جابوا 100 نفر في بريطانيا، معقولة 100 نفر هما ما فيهمش واحد عاقل؟ مستحيلة. فطلع منهم واحد عاقل بنسبة 99% ان هو يعني نسبة 99% ان هم قاعدوا يستعملوا في التليفونات. كيف عرفوا ان هم يستعملوا في التليفونات متاعاتهم؟ فعندهم جهاز كشف الكذب، حتى هم يعني من اول ما قالوا لهم ان كنت تستعمل في التليفون قالوا لا، يعني جهاز كشف الكذب ان هو عرف وعرفوا الحقيقة، فان هم بروحهم قالوا اباحوا بشيء، قالوا ان احنا فعلا استعملنا التليفونات الا الشخص صدق بس اللي قعد دوانا. طبعا المسابقة كانت هي مدة شهر بس، ومدة شهر انك انت تاخذ 5,000 باوند، يعني 5,000 باوند ما يعادل قريب ب 20,000 جنيه ليبيات، الا واحد بس فعلا انه هو ما استعملش الميديا وما استعملش التليفونات والطرق الحديثة هذه، قعد شهر تام. فجهاز الكشف بتاع الكذب هذا ما قدرش يكشف لانه هو بجديات ما استعملش الميديا بصفة عامة. هذا كانوا تاني اخبارنا اليوم فقرة ما يفوتك شيء. مش بس كلامه.